أحيت عائلة الجميل وحزب الكتائب الذكرى 11 لاستشهاد الوزير والنائب السابق بيير الجميل بقداس في بكفية. وفي خلال تلاوة النوايا وجه ابن الشهيد تحية إلى والده. يا بي، صار لك زمان غايب عنا، بس نحن ما نسيناك ولا نسينا شهدائنا يلي ضحوا بحياتهم مثلك من أجلنا. كل يوم عم نجرب نحقق هيدا الحلم يلي حققته أنت، يلي هو لبنان حر لكل اللبنانيين. بعدنا بهالايام الصعبه واقفين مستعدين لكم كلكم، يا بيي وبشير والشيخ بيير المؤسس ولكل الكتائب، ما تخافوا علينا لانه نحن قد المسؤوليه اللي تركتوا لنا اياها. بعدنا كتار يا بيي، نذكر ذكراك ومنمشي على خطاك. وباسم العائله القى الرئيس امين الجميل كلمه اشار فيها الى ان المسيره مستمره على الرغم من التخليات والتسويات على حساب دم الشهداء. والمسيره ستستمر، وهلأ هي بأيدي أميني كذلك أمر مع سامي اللي رغم الظروف الصعبة وإن كانت التضحيات المسيرة مستمرة، والتحدي هو ذاته. مش ضروري إذا إنسان شايف حاله وحيد بهالمسيرة هيدي، هذا لا يعني أنه منه على حق، بالعكس طريق الحق صعب، طريق الحق كله تضحيات. كما أقيمت الصلاة لراحة نفس الشهيد في كنيسة مارشربل في كندا، وشاركت فيها وفود من التيارات السياسية.